الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى إنعامه علينا بالإسلام، وأن جعلنا على هذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح. بعد شكر الله، أتوجه بشكري إلى الشيخ خالد باقيس القائم على ميراث الأنبياء والإذاعة التابعة له في نشر الدعوة السلفية، فجزاه الله خيرا وثبتنا وإياه على الحق. وأشكر الطلاب الحريصين على الاستفادة من هذا الموقع ميراث الأنبياء وموقع الإذاعة، وأسأل الله لهم التوفيق، وأوصيهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعض عليهما بالنواجذ كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيهم بالجد في طلب العلم، فإن الأمة بحاجة شديدة إلى علماء يبلغونهم دعوة الله الحق على الوجه الصحيح وعلى طريقة الصحابة الكرام والسلف الصالحين العظام. لا يمكن تبليغ دعوة الله على وجهها الصحيح إلا إذا كان هناك علماء حقا عالمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يشمر السباب شباب عن ساعد الجد في تحصيل العلم النافع من مصادر الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كتب السلف الصالح التي بيّنت ووضحت المنهج السلفي ووضحت ما يضاده من البدع والضلالات وأهلها. وأوصيهم بالتآخي والتلاحم والتعاون على البر والتقوى في نشر دعوة الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح. أسأل الله أن يوفق شبابنا لذلك، وأن يجعل منهم جيلا صالحا يرفعون راية التوحيد وراية السنة. أسأل الله أن يحقق ذلك، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى